لو ما كنتش لعيب كرة طايرة كنت أبقى إيه؟ كنت أبقى لعيب كرة قدم. هتاف مفضل بتحب تسمعه من الجمهور من تلتة شمال بنهز جبال. ناديك المفضل أوروبيا في كرة القدم ريال مدريد. جبت كام في الثانوية العامة؟ 71. لو كنت لعيب كرة قدم تحب تكون مين؟ أحب أكون كريستيانو رونالدو. قلد نفسك لما بترفض لحد طلب. بتعرف تطبخ ايه؟ مكرونة، رز طبعا عشان الاحتراف يعني علمنا شوية. الرز طبعا جربته مرة ما شاء الله يعني ما جربتوش تاني. مكرونة، فراخ بانيه، شوية بطاطس كده والدنيا تمشي. لو في ايدك تختار شخصية عالمية واحد تقابله هتكون مين؟ مين اول؟ انا كريستيانو رونالدو، انا بعشق كريستيانو. مين مطربك المفضل؟ محمد منير واحمد منير. بعد خسارة ماتش ايه اول حاجة بعملها؟ بقعد في الشارع قد ما اقدر يعني عشان اروح يعني خلصان، ممكن احاول انام غير كده لا. انت برج ايه؟ ولنا اكتر صفة فيك. انا برج الميزان. اكتر صفة فيا يعني مزاجي بيبقى كويس بعض الاوقات يعني كتير. ايه هواياتك المفضله اللي بتعملها في اجازتك؟ بحب العب طاوله، بحب اسافر، العب بلاي ستيشن مع اصحابي.